درست الماجستير في التكنولوجيا وريادة الأعمال في لندن. أسست شركة وي جيك، وغير التكنولوجيا وتطوير ألعاب الفيديو نور مهتمة بالرسم والتمثيل. أهلا وسهلا نور. أهلا فيكم. طيب إحنا متعودين إنه دائما الأولاد من هم صغار هم اللي ينجذبوا للفيديو جيمز، أنت إيش حببك في الألعاب؟ والله من وأنا صغيرة، من وأنا عمري 7 سنين أخوي سافر على راح درس في أمريكا، هو أكبر مني ب 11 سنة تقريبا، وسيب البلاي ستيشن حقه في الغرفة، وأنا أروح الغرفة طفشانة ماني عارفة، شغلت السي دي، لعبة مرة صعبة يعني 18 بلس اللعبة المفروض حقت كبار استراتيجية فاينل فانسي تاكتكس، بدأت ألعبها كنت أخسر 24 ساعة، بعدين بدأت أفوز وصرت أرسل إيميلات لأخويا بفوز وكيف أهزم الباص اللي بعده كده تسوي I'm proud of you and I'm like yes في connection بيني وبينه وإحنا بعيدين عن بعض. من وقتها غصت بعدها وصار الإحساس يعني زي الإدمان الإحساس. قررتي في أمريكا دراسة تصميم ألعاب الفيديو، إيش اللي اكتسبتيه في من خبرات يعني في دي التجربة؟ اشتغلت مع ناس عملوا أكتر فيديو جيمز أنا كنت أطلع لها وكنت أشوف إنها يعني دول الناس يا الله، يعني الناس اللي عملوا توم ريدر كان مدرسي، اللي عمل God of War الليد أنيميتر برضو درسني، يعني ناس ستار وورز كل يعني حسيت نفسي ناس فمرة مرة انبسطت من الخبرة هذه، وكانت صعبة المدرسة وكان يعني الجامعة. إيش اكتسبتي طيب منها خبرات يعني إيش اكتسب إيش؟ يعني تعلمت كيف أسوي أنا 3D modeler mainly، بس تعلمت يعني لا كفundamental في الجيم ديزاين لازم من البداية للنهاية، يعني من الكودينج للليفل ديزاين لل3D modeling كله الواحد لازم يتعلمه. يعني انت مهمتك انك تصمم المجسمات صح، الشخصيات الكذا؟ ايوه هذا مينلي اللي اسوي، بس اعرف اسوي كود يعني مثلا اي نو كيف اسوي ا بيسك سي شارب جيم في يونيتي من الصفر. ايوه البرمجه يعني برمجه. وبعد ما درستي في امريكا انت رحتي درستي ماجستير في التكنولوجيا ورياده الاعمال في لندن، واسست شركه وي جيك. حكينا اكثر عن الشركه هذه، وش الاشياء اللي بتسووها في الشركه هذه؟ والله وين مشيت من سان فرانسيسكو بعد الجامعة في سان فرانسيسكو اشتغلت في شركة سيسكو. شركة سيسكو ما هي شركة فيديو جيمز، شركة تكنولوجيا. فلما اشتغلت فيها حبيت التكنولوجيا وكنت بتعمق فيها أكثر، فرحت قلت لا أدرس ريادة أعمال وتكنولوجيا في لندن في UCL. ولما درست هناك جاتني بالضبط قبل ما أروح على لندن قلت إذا جمعت الفيديو جيمز والبزنس مع بعض إيش أقدر أسوي؟ فطلعت فكرة وي جيك. فوي جيك بيسيكلي بدأت من إنه كنت أبى أسوي فعاليات للجيمرز، يصير فيها نشاطات كومبيتيشنز مسابقات، وبالنسبة للببليشرز كيف يكونوا مع الجيمرز إنه يكون في يوزر تيستينج. So دحين الببليشرز مثلاً قبل ما يطلعوا اللعبة يطلعوا لها ديمو قبل ما تطلع لهذا نسخة تجريبية نسخة أيوة إكسكلوسيف، فنجيبها في الإيفنت والجيمرز يلعبوها، بس بيصير في يوزر تيستينج بس بشكل أورجانيك. أيوة يعني يجربوا اللعبة بطريقة كده عفوية من غير ما يكونوا عارفين ومنظمة إنهم ما بيجربوا اللعبة بالضبط. فبدي الطريقة إنه بدل إنه عادة إيش يسووا they hire someone ويرسلوا له اللعبة والبني آدم يقعد في غرفة ظلمة ويقعد يلعب وبعدين يطلع يعني أيوة. فبدي الطريقة يعني في الموضوع أكثر كده عفوي ما هو بايس بالضبط. يجي التقييم اللعبة حقيقي.